ارجع مع حضراتكم ضيوف الكرام دكتور طارق الادور، تحياتي لحضرتك. اهلا بيك، اهلا بيك استاذ احمد، والف مبروك للمغرب والوطن العربي كله. علاء عمر، تحياتي لحضرتك. اهلا يا استاذ احمد، اهلا بحضرتك. محسن لملوم، تحياتي لحضرتك. اهلا بيك يا استاذ احمد، لحضرتك. هبدا من حضرتك، كان مفاجاه ولا فازت على اسبانيا مرشحه، بلجيكا كانت مرشحه، ثم البرتغال كانت مرشحه، تعادلت مع كرواتيا، المغرب لم تنهزم في اي مباراه، تعادل واحد وفوز في كل ماتشاتها. ما كانش مفاجاه ولا كان مفاجاه بصراحه انها تفوز امبارح وتصل المغرب الى المربع الذهبي لاول مره في تاريخ لا افريقيا ولا دول عربيه. استاذ احمد، قبل البطوله كنا متفقين على ان المغرب هي اكتر دوله من الدول العربيه والافريقيه على حد سواء، يعني اربع دول افريقيه وخمس دول افريقيه واربع دول عربيه، منهم اثنين دول عربيه وافريقيه اللي هي المغرب وطبعا وتونس. كنا متفقين على ان المنتخب المغربي هو اكتر منتخب على مستوى العتاد الفني قادر على انه يحقق التجاوز الدور الاول. ففعلا المنتخب المغربي تجاوز الدور الاول، ومعاه برضو منتخب السنغال، وكان دي دولتين افريقيتين المره الثانيه في التاريخ. بعد الدور الاول ما حدث هو حاجه نادرا ما بتحصل، لا الفرق افريقيه ولا الفرق عربيه في الماضي لما كان بيحصل ان احنا بنتجاوز دوري المجموعات ونوصل الى الادوار الاقصائيه. ايه اللي حصل؟ ان المنتخب المغربي صدق نفسه، صدق ووثق في قدراته. قبل كده كان بس كفايه خلاص. في دول بقى كمان هي يروح كاس العالم وده بالنسبه له الفرحه ويقعد يفرح وخلاص، يقف عند كده، زي ما احنا حصل معانا في ايه؟ في 2018. انت رحت فرحان بكاس العالم وخلاص، انت عايز رايح تحتفل، فكانت الفندق اللي فيه اللعيبه سوق، داخلين خارجين والجمهور داخل وبيطلعوا على اللعيبه خلاص انت وصلت الى الدرجه دي. المغرب عشان وصلت قبل كده كتير، فكان بالنسبه لها تجاوز المجموعات ده امر بالنسبه لفنيا في مقدور المنتخب المغربي وده اللي عمله. بعد بقى لما وصل الى النوك اوت او اللي هي مرحله خروج المهزوم، بدا لعيب المغرب يصدقوا قدراتهم، ودي نقطه مهمه للغايه، لانك انت في اوقات كتير فرق كتير زي الكاميرون سنه 90، زي السنغال في 2002، زي غانا في 2010، ما اوقف مسيرتهم زي المغرب كده كان ممكن يكملوا، هو ان هم حسوا انه عملوا ابعد حته خلاص كفايه على كده. لا، دول ما كان عندهم ثقه، والان المغرب وصلت الى اخر نقطه. يعني ايه الى اخر نقطه؟ الاربعه الكبار دول بيلعبوا لغايه الاخر. اما هتلعب نهائي هتلعب على اول وتاني، اما هتلعب ثالث ورابع هتلعب على ميداليه برونزيه، وفي كل الاحوال انت بتلعب اليومين الاخرين، يوم 19 ديسمبر و20 ديسمبر هتلعب يا ثالث ورابع يا هتلعب نهائي، وده في حد ذاته انك وصلت لابعد. يوم 17 و18، عفوا 17 و18، 17 ثالث ورابع و18 عشان البدايه هي كانت 20 والنهائي 18. فوصلت لابعد نقطه. فهي مفاجاه ولا مش مفاجاه؟ التجاوز الدور الاول ما كانش مفاجاه، لكن ما بعد ذلك هو الاصرار والقوه الرهيبه اللي وصل ليها المنتخب المغربي، واللي خلى كل الناس تبقى مقتنعه تماما ان المنتخب المغربي يستحق كده. يعني امبارح او يعني في المباراه بتاعه المنتخب المغربي امام البرتغال، انا وصلني الشعور بان لو المباراه دي اتلعبت اسبوع كامل البرتغال مش هجيب جوال. ده وصل لكل مواطن في الوطن العربي كله. رونالدو ما مسكش كوره امبارح، يعني يمكن كوره واحده بس اللي شاطها على الجو على بونو، كوره واحده، ما فيش اي حد وصل لمرمى المنتخب. كان المرمى المنتخب المغربي ده كان فيه سور حديدي صحيح يمنع الكوره من انها توصل. انك انت توصل الناس اللي بتتفرج ان الحته اللي انا بقول لحضرتك عليها ان المغرب مش هيجي فيها جول لو لعبت اسبوع، هو ده الطفره اللي حصلت. واللي عمل المغرب مش مجرد انها وصلت الدور قبل النهائي، او مش مجرد انها عملت انجاز كبير، او مش مجرد ان هي قدمت كره حلوه، لا، المغرب ارسلت قاعده ان الوطن العربي وكل الدول العربيه قادره بس تصدق نفسها.